appelle les couches qui le constituent, un sujet technique. Enfin, donner une vue globale de l'infrastructure réseau. Ensuite, la presse. C'est ça. لفائدة زملائنا الصحفيين. هل هذا المنتدى تبسيط المعلومة وإيصالها إلى العائلة الصحفية ومن خلال العائلة الصحفية إلى المواطنين. طبعا المواضيع اللي تطرقنا لها اليوم هي تكنولوجيات الإعلام والاتصال اللي تستعملها اتصالات الجزائر لنشر شبكة الإنترنت، وكذلك عمليات الدفع عن بعد. بالنسبة للموضوع الأول تطرقنا إلى التكنولوجيات المستعملة في الأحياء في المدن لإيصال الهاتف الثابت وتكنولوجيات الإنترنت إلى المواطنين. بالنسبة للموضوع الثاني تطرقنا إلى الدفع عن بعد. نحن اليوم رانا نشجع المواطنين استعمال هذه التكنولوجيات اللي وفرناها لهم باش يتفاداو التنقلات وسحب المال إلى آخره.